هلا هلا شيخنا، اهلا وسهلا. متاسف جيت بدون ما اعلمك، فيش لا تليفونات ولا بليفونات. عن جد الوضع مش طبيعي اخر فتره، يوم في اتصال وعشره لا. يعني شو بدنا نساوي؟ هي شفت وين فقع؟ الله يجيب العواقب سليمة إن شاء الله. عم بفكر بهالصبي وإمه، مصير صعب عم بيستناهن. في مجال تسأل السوريين إذا بيقدروا يعملوا شيء؟ شيخنا سمعتك منيح. شيخنا عم بيقترح نرفض أوامر الحكومة السورية، معناته أنت عم بتحط كل طائفتنا الدرزية بسوريا بخطر. أنا هاللي عم قوله إنه اللي عم بيصير مش منطقي. خي داوود، هالحرب مش راح تخلص عن قريب، راح يموتوا ناس هنيك وعنا راح يخلقوا مواليد جداد. المسألة مش مسألة منطق يا شيخنا، المسألة مسألة بقاء.